لو سمحتم لو سمحتم، نقطة نظام، أنا عاوز أفهم إيه اللي بيحصل دلوقتي. بروفيسور جميلة بقت واحد من أعضاء المنظمة يا مستر فضولي. أبا، يعني من الأول كنت بتخدعينا وبتخدعي يحيى يا أبلة جميلة؟ أبلة، ما علينا، في الحقيقة الإجابة هي أيوة ولا في نفس الوقت. أيوة كنت بخدع يحيى. يحيى أنا أعرفه كويس وأعرف كل القدرات اللي عنده من دكتور عجيب. أنا ودكتور عجيب كنا زملاء في مشاريع بحثية كتير بتتكلم عن الطاقة وعن قدرة بعض الناس على الرجوع بالزمن. جابلك سيرتها ولا شفتها معاه قبل كده؟ ولا لمحتها. بعد ما دكتور عجيب اختفى بسبب يحيى زي ما عرفت، قدرت أتوصل لشوية نتائج ليها علاقة بمفهوم اسمه حراسة الزمن، واللي يحيى يعتبر دلوقتي جزء منه حتى من غير ما هو يعرف. حراسة الزمن؟ بالظبط، عشان كده فضلت فترة طويلة براقبه، وأخيرا الظروف والصدفة جمعتني بيه بأسرع ما كنت أتخيل. وفعلا لما رحت زمن الملك بسماتك الأول معاه، قدرت أثبت نظرية مهمة جدا واللي انتوا كنتوا برضو بتحاولوا تثبتوها. نيجي بقى للنص التاني من الإجابة. أنا ما خدعتكوش. لا خدعتينا. اسكت انت. إيه؟ هي مش خدعتنا ولا ايه؟ ما خدعتكمش لأني ما كنتش أعرف خطتكم. أنا كل اللي كنت عاوزاه أعرف يحيى قدراته واصلة لحد فين، وأعرف كمان هل قيمة الحاجات اللي ممكن نسيبها هناك بتزيد قيمتها لما نرجع ونلاقيها في عصرنا ولا لا. ولما سمعت إن الحكاية فيها ملايين، قلت إيه المشكلة لما نستفيد ونفيد. إنه لمن دواعي سرورنا بروف جميلة، وأنا متأكد إنك هتكوني في غاية السعادة بالتعاون معنا. أنا مش قادر أفهم، يعني إحنا دلوقتي معتمدين على يحيى في الرجوع للزمن ولا على اكتشافات الهانم؟ ولا اكتشافات سيادتك يعني هي اللي هتساعدنا نسافر عبر الزمن يا بروفيسورة جميلة؟ في الحقيقة أنا بعد ما تعاملت مع يحيى لقيت إنه صعب نستغله ونوصل لأي هدف طول ما هو المتحكم الوحيد في العودة للماضي والرجوع كمان. بروف جميلة مدتنا بمعلومات قيمة جدا عن مشروعها للسفر عبر الزمن، واللي كنا بالفعل أتانا فيه صوت كبير. السفر عبر الزمن؟ والمعلومات دي كانت دليل كافي لمدى إخلاصها وولائها للمنظمة، لأنها معلومات لا تقدر بثمن. ميرسي يا فندم. يو ويلكم بروف جميلة. اف قلبت عواطف. من النهاردة بروف جميلة هي المسؤولة عن كل طلبات المنظمة، وانتو دراعاتها اللي بتساعدها تنفذ كل حاجة. مفهوم؟ بس ده مش اتفاقنا يا خواجة. انا قلت مفهوم. الو الو، مساء الخير يا فندم، اتمنى اكون بكلم حضرتك في وقت مناسب. لا مش وقت مناسب، بس هو تمام ولا يهمك، اتفضلي. حضرتك عليك قسط متأخر للشاليه بقاله اسبوع، انا بحب بس افكر في اسمك. ايوه تمام تمام يا فندم. تمام ايه حضرتك؟ قلت لي تمام امبارح. بكره يا بنتي ان شاء الله هروح ادفعه. شكرا. ما ينفعش بكره يا فندم، فضل سماحه الدي واللي صوتها زيد. ماشي شكرا شكرا، مع السلامه. اتاخرت برضه الشهر اللي فات. شكرا مع السلامه. لما انت مش قد الشلهاب بتديله ليه؟ خلاص بقى مع السلامه، باي باي. حسبنا الله ونعم الوكيل من السبلايز. وايه بقى خطتك للمهمه الجايه يا بروفيسور جميله؟ هتعرف يا فضولي. بس الحمد لله ان المسدس طلع مسدس صوت وحسان مش عارف. يا استاذ عصام. يا يحيى، لو كان مسدس حقيقي كان زماني شهيد الذكاء الاصطناعي. انا مش متخيلة كل اللي حصل ده، خطر في العالم القديم والحاضر كمان. عندك حق يا كنوز، انا المره دي خايف جدا. خايف من ايه يا يحيى؟ المرات اللي فاتت كنت بتعامل مع خطر بسيط، المره دي حاسس ان الخطر بيكبر. ازاي يا يحيى؟ دول منظمه دوليه ومستوى تفكيرهم وتخطيطهم اكبر من دكتور عجيب بكتير،
وكمان مجرمين وما بيفرقش معاهم الموت والقتل. انت متخيل لو ما كنتش قدرت اغير المساومة لصالحي كانت ماما هيحصل لها ايه؟ كانت ماما راحت مننا. بالظبط يا كنوز، وده شيء مرعب. الموضوع كبير فعلا. بتفكر في ايه يا استاذ عصام؟ قبل ما تنقذنا من ايد الرجل العجيب اللي شغال في العصابة ده اللي شبه سرحان اللي سبناه في العصر القديم ايوه ده اخوه التوأم. ماله يا استاذ عصام؟ كان بيقول ان المنظمة بتدفع ملايين الملايين عشان تزور الماضي وتأثر على شبابنا واولادنا في الحاضر، حتى ولو في شكل لبسهم وطريقة كلامهم واهتماماتهم، المهم انها تأثر عليهم بأفكارها. مفاجأة يا أستاذ عصام، مفاجأة. قنبلة يا مستر. خير خير يا وش السعد يا كاتبة الإعدام. منتجنا فيديو متحف الإسكندرية وبقى جاهز للعرض. حلو. إيه ده، أنتوا صورتوا المتحف؟ استغلنا الوقت اللي أنت رجعت فيه لفضولي بعد ما اطمننا على مامتك وصورنا المتحف، وعملنا لك سراوند ساوند ديزاين وشغل إفكت حركات في الجون. ليه كده؟ يبقى لازم نتفرج. بس الجزء بتاع بروفيسور جميلة بس الصوت اتسجل بايخ. نعم. ما تقلقش يا برو. برو برو ايه يا حبيبي؟ اسف يا مستر، ولا يكون عندك فكرة. انا هدبلجها واركبها بصوتها بالاي اي. مش ده اللي كان هيموتنا المرة اللي فاتت؟ ايوه. طب ما نكلم البروفيسور جميلة وتسجل معاها تاني، هي ست جميلة جدا ومتعاونة وفاهمة جدا في الحضارات المصرية وذكية. يا خوفي من ايه يا استاذ عصام؟ الصراحة يا يحيى انت سرك ابتدى ينتشر، وشخصيات كتير وعلماء اثار عارفين كويس اهمية امكانياتك وقدرتك على الرجوع بالزمن، وممكن يعملوا اي حاجة حتى لو هيخطفوك عشان يحققوا اهدافهم. بس ما ظنش ان بروفيسور جميلة منهم. اتمنى يا يحيى اتمنى.